Tamam hocam. Sağ olsun. Sağ ol hocam. Ayaklarınızı çıkartıp uzanın. Böyle uzan göğsünüzü sen. Ve ayak bileklerinizi açın. كيفاش البنات في الديبيت على فيديو كنت قاعده في داري وفي حالي وفي حوالي نقصر نبعث في لي ميساجيتو طب لقيت روحي في لوبيتال راقده. هذه هي كيفاش صرات لي كيفاش علي ما درت لوبيراسيون. كاين بزاف اللي عم بالهم درت لوبيراسيون على ظهري. مي انا ما درتش لوبيراسيون على لاني ديسكان, ما درتش على ظهري. قلت لكم على ظهري كيما درت لكم في ديك لا فيديو, باسكو ديك لا فيديو اللي درتها اللي قبل هذه درتها العشيه, درتها مع العشيه. ديجا في مع العشيه كان عندي واحد لي ديولوغ انسبورتابل. مي جو قلت انا عادي نورمال, ما فهمتش منين مجيني ديك الصاله من ظهري ولا من كرشي ولا ما عباليش كيفاش. منين كمل درت ديك لا فيديو اي تو منو قلت ندير لها المونتاج, درت لها المونتاج تاعها في اللي قلت ما نبعثهاش. قلت نخليها حتى الغدوه ان شاء الله ونبعثها. مور ما كملت لها المونتاج وكنت قاعده نلقى روحي خلاص بدا يحكمني واحد واحد الحاج ما نقدرش نقولها لكم كيفاش باسكو انا ما على باليش كيفاش. جو واحد السطر يضرب من 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 في ظهرك ما فهمتش منين راه جاي. ومن بعد كنحس جو خاطري ضايق ضايق خاطري. من بعد كنحس لهنا قلبي جو مزير, نحس روحي ما نقدرش نتنفس. اي ما قلت صين انا حنموت, انا حنموت لهنا وما طارت مغلوقين. لا علينا قلت كيفاش ديت صبرت نشرب غير الماء, نشرب غير الماء ما كاش كيفاش. ما نقدرش زعما نقدر ناكل خاطري اصلا ما نقدرش نتعشى ولا درت هذاك العشاء تاعي مالغري تو هذاك حالي هذاك بالضيق بضيق خاطري كذا. انا قلت بالك نورمال مستريس وعلى بالكم الغربه ايتو الكوفيد ولي فرونتيير مغلوق يعني تو. قلت معليش تعرفون احنا نصبروا. اي صبرتي تو درت العشاء وتعشاو ما انا ما تعشيش, انا نشرب غير الماء. ومن بعد خلاص مور العشاء جوي هذاك عباك وحنا نتعشاو بكري جوي 8 هكاك ولا صاي واحد لي ديولوغ ان سوبورتابل في كرشي تضرب لي لهنا للفوق ما على بالش شنو هذا. قلت له خلاص قلت له مانيش قادره انا جوست قلت له كذا. قال لي كيفاش غادي يلا نروحو نديك لوبيتال الليل. قلت الدراري كذا قلت معليش قلت له خلي الغدوه ان شاء الله ونروح. ومن بعد صاي لقيت روحي ما نقدرش لقاني بديت جو بديت كي نخبط في رجلي ما نقدرش نتنفس ما نقدرش نتنفس. نحس حاجه مضايقتني حاجه مضايقه مع بالي شوين مالا. ايا رحنا السبيطار داني اللي باسكو في الليل عباكم لي زورجونس. ديجا كي رحنا منا وحد الربعه برا جات حكمونا ويقول لهم المراه مريضه نديها لوبيتال, المراه مريضه نديها لوبيتال. عباك هنا كونفيرمو في الليل. ومن بعد رحنا لوبيتال دخلنا داروا لي الحاجه الاولى بون هما داروا لي تاع القلب ديروا لك العفايس هنا في يديك وفي رجليك داروا لي هو الاولى القلب. بس قلت لهم ما حاجه توجع فيا داروا تاع القلب قولي قلبي عادي. انا حاولت نقول لكم واحد الخمسه ولا سته قرعه التبذير تاع الدم راح الدم يقعد داون عندي لانيمي. انا حاولي داروا لي بيلون جينيرال والو ما عندي. داروا لي ثاني ربي ديك الضربه واش ثاني واش زادوا داروا لي لي زاناليز خرجوا ثاني تمتم يخرجوا واحد الساعه يخرجوا لو طون داروا لي السيروم لو طون لي خلاص هذاك السيروم واحد الدواء ثاني داروا لي فيه داك كامو لو طون لي خلاص يخرجوا لي زاناليز خرجوا لي زاناليز ما كاين والو. هذه جويه حتى الشال داك تاع الليل ما كاين والو. ايوا كيفاش هذا مزاني جو خسر هذاك كي داروا داك السيروم وهذاك الدواء فيه جو راح لي السطر شويه نقص لي السطر موراش عندي ولت ما فهمتش وين كنت توجع في ذا حاجه. ومن بعد جو حس حاجه جو غدا انا في كرشي جو حاجه تضرب جو بعيد ما عملش السطر هذاك من راه ويجي ما فهمتوش. ما قلت لها داك الكرشي داروا لي جو حيدوا لي ليكوغرافي داروا لي يا ربي واش يسموهم راح لي اسمهم شكون دار ليكوغرافي يا ربي راح لي اسمهم. المهم داروا لي جو غاديو على كرشي لقاو لي المصران المصران لقاوها جو شويه منفخ او ملوي تلوى المصران تلوالي مزعف قال لي مزعف. طيب طحت في واحد الطبيب ما شاء الله ما شاء الله روعه اقسم بالله غير روعه. واحد الطبيب هايل هايل الساعه فضي بس في يقول علاش راك دير دار روحك وكذا. المهم قال لهم توت سويت ديروا لها فيدونج راكم تعرفوا لي فيدونج كيفاش يديروا هذاك الدواء منا 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 داروا لي فيدونج هذاك تاعهم داروا لي جوه 12 تاع الليل هكا كلها. وانا راقده تيماجينو في السبيطار مع ولادي مع راجلي كامل في السبيطار باسكو دا لوبيتال بريفي يعطيك الشامبره تاعك فيها البنك ديالو فيها فوتيلي تفتح صافي. ولادي رقدوا تما ديجا ما 12 كانوا رقدوا وداروا لي الوسمو والصباح قالوا لي الصباح ديروا لك لوبيراسيون. جو هذيك لوبيراسيون سهله يديروا لك جو يديروا لك واحد يدخل واحد جو كلي تويو هكذا جو قد لي زيكوي تويو هكذايا منا وتويو منا. داروا لي دوك انا وحده هنا لتحت شويه هكذا هنا وحده هنا زوج ثقبات يدخل واحد التويو
ومن بعد في هذيك التويلو يدخلوا لا كاميرا ومن بعد يدخلوا هذاك الكروشي اللي واسو به من هذيك التويلو يخدموا. المهم الحمد لله عنده ماتيريال بيان وكذا ودي ميتسان تاني دي بروفيسيونيل داروا لي ديكلوبيراسيون قالوا لي فوالا حنا نديروا لك غير ثقبه منه ثقبه من ثقبه هذيك ما نقول لكم نص سنتيم نص مع اللحم على بالكم كيعاود يتواسى كيفتحوا جوج ما يجعدوه كيطلقوا يعاود يتزير. داروها لي قالوا لي اذا ما نقدرناش نواسو لك نحلوها لك بالوسمو لازم نفتحوا لك في بلاست سيزاريان. يعني ما انا ما قالوا سيزاريان وليت نخبط في رجلي قلت هي الغربه الله يلعنك. هذه هي داروها لي انا ماما هاد لوبيراسيون هادي تشد ما بين نص ساعه حتى 45 مينوت اللي تفوتها انا يا نص ساعه ما نكملوها لي تم تم قال لي غير ضربوا هكذا عاودوا لها البلاصه ويتو مع الدواء بيان سور الدواء اللي كنت شربته واللي يعاون بالبزاف. هذه هي داروها لي تاع تمتم وقالوا لي تحبي تزيد تبعتي لي لا تحبي تقدري تخرجي باسكو ماشي جو حاجه ماشي اللي كيما يقولوا ما تهلك هذه ماشي حاجه اللي حدا هلكك ولا جو عملي اخي فقط تقدر دكتور حيت نوضي تمشي تروحي تخدمي عادي تروحي خدمتك عادي. ايوا من بعدك قعدت انا حتى العشيه هذيك حتى المغرب نهار ثلاثه نهارتني في الاسف هذا نهار ثلاثه نهار اللي كنت بارطاجيت لكم هذيك لافيديو هذيك لافيديو كي بارطاجيت باسكو كانت عندي في البريفي انا بعثتها كنت في لوبيتال مازال ايا ما قعدت حتى العشيه حتى مع المغرب باش خرجت من لوبيتال. هذه الحمد لله دوك راني بيان نوض نواسي نخدم نقدر نخدم شغلي مي دوك نحكي لكم على ليندا الجديده ليندا الجديده وليندا القديمه كيفاش كنت انا صدقوني بكري كي كنت كنزيد في زياده تاعي الاولى عندي ما سوفريت عندي ما سوفريت كنت مع الباش ما نعرفش سيزاريان الاولاني وساني بزاف بصح في وليدي زعما جو نبين روحي زعما شاطر مع الاخر شاطر هو اللي تجي فيه ملي مش مليح ملي داك تبين روحك شاطره بزاف معليش الرقدي واسي راني مريضه راني عيانه كيما يقول لك كيما يقولوا ما تضناتش كار استبني هذيك الوسمه تاعك الوضع هذاك تاعك تكون حاشي يعاود يولي لك زعما كي زيدتي فيف تاعنا تنفس ترقد الله يبارك السنين وتحضر الوسمه حنا لا لا تاع الغربه اللي صحاب الغربه راهم يعرفوا قومي روحك حنا انا نوض نطيب نسيق نمسح صدقوني نفسها ما ننفش انا 3 ايام 3 ايام 4 ايام نودي نقي زجاج واسي كلش واسي كلش تيماجينيو هذا المره قلت له والو قلت له درت لوبيراسيون راني مريضه ما دخلنيش فيك فهمتني عندها سن سيده مسنيه جاي عندها مسنيه اها اي تشوك سجاك تمام هذا في هذا من درنا لبتي دي جوني ما عندناش واحد الساعه ما عندناش نوضو بكري. المهم قلت لكم يلا بغيت نهضر عليه حتى هو جاب الوسم حتى لي ما يفهمش العربيه ماشي زعما اللي قلت له راح يجيب لي ولا وحده وحده هكذا من نفسه راه كونجي دا كونجي 3 ايام اليوم اليوم الخميس 3 على 4 الخميس اليوم النهار الاخر من وحده وحده دا جابه لي. قلت لكم تقلشي كيما يقول لك اتفشي واسي معليش الرقدي مانيش قادره راني مريضه خلاص عباكم هذيك العقليه ما خرجت عليا تاع تاع نوبيغي ونوض نجري نخدم في شغلي لقيت روحي ايه حسره يا حسره تيماجيني وانا نفسها يجوا عندي الضياف انا نطيب انا نحط نخدم شغل تاع الدار نواسي من بعد نشوف الاخرين ناس واحد اخرين هنا التركيات نفسها زعما كيما انايا لحقت عربي زعما قبل ما نزيد كيما بوليدي في بنتي ما كنتش نعرف مي بصح زعما في وليدي خلاص بديت جو نتحلف شويه ما نجيش من 2012 حسب 2015 بديت نتحلف شويه زعما قبل ما نزيد بوليدي صح كنت نجيب مرا اللي تنقي لي الدار كامل اللي تمسح لي الزجاج اللي كدا تكون كرشي من 7 شهور كدا ما نواسيش مي هما لا لا هما ماغري مور ما يزيدوا يبقاو هكا تلقاوها زعما فاكزومبل انا لوستي مور ما زيدت تعيط للمرا اللي تخدم لها زعما نقولوا ديك ما عندهم المانتي كدا وحده تكموند من عندها المانتي وتحط في الساشيت في الفريجيدر وحده تكموندي عندها زعما بالي شي حفيز وحده عندهم هذيك الكبه يقول هذيك اتش دي كفته عندهم طيبه بزاف يخبون في الكونجيلاتور ولا يديروهم كونسيرفي زعما دير لها الاخرى تجي تمسح لها الزجاج وخد لها نيتواياج مي حنا لا لا ولا لا علاه تجي تمسح لي دير لي نيتواياج انا دوك نوض غير بالعقل بالعقل هكذايا ونخدم نكمل شغلي وخليها بلا ما نعيط علاش جيت تدي هذيك 400 ولا 300 ليرة نقولوا حنا هكذا نخمو هما لا لا التركيه ما تخممش عليه اعطيه اعطيه دخلو ماني سامعه كاع بك تقول لك نواسي نبروفيتي لوكاز ونعيش اللحظه هما قلت لك ما سمعت ما كنت نبغي نتعلم منهم انا نشوف فلوسي تكموندي كلش هي نفسها تروح تفتح برك وتطيب وتجبد من الكونجيلاتور تغلي برك دير لاصوص وهي كلات ثلاث عشات ولا تروح تكموندي من برا ولا كدا جو انا ملي كنت نحشم نقول خاك فاش نكموندي الماكله من برا واش يقولوا يا حي دوك ولات يقولوا واش يقولوا يقولوا واش يحبوا مره صدقوني هذه غير كيما صرات لي ما عندهاش واحد العام ما عندهاش
جيت خرجت ورحت لهنايا رحت خرجنا لبرا انا ولادي وراجلي ومن بعد كانت كاينه الكورونا بصح شنو كانوا لي ريستوريتو كانوا فاتحين 100% اما انا راجلي قال لي فوالا قال لي تحبوا تاكلوا لهنا وتحبوا ندوهم للدار قال نوصلك للدار نروح نخدم نروح خدمتي قلت له لا قلت له ديرنا وما عندهم لهنا واحد لي ساندويتش تاع كيما حنا نقولوا اسمه الدونار شاورما بصح تاع اللحم تاع البقري قلت له دير هذوك لي ساندويتش دونار ندوهم معنا للدار ناكلوهم سيدي راح راجلي كومونداهم وجابهم حنا سيف طوموبيل جينا للدار حطني في الدار راح انا طلعت دخلت لداري تجيني فاميلي تاع راجلي انا جوست حطيت الطابله ولادي بداو ياكلوا في لي ساندويتش تاعهم حطيت لهم ثاني اللبن شريت معاها اللبن وهي جات شويه كبيره هذه مرت عمو اما لا جات قعدت هذه جو كي دخلت من عندي الدار هذه شويه تفضح الصاله مونجي جو في الصالون كوزينه صغيره واحد بشويه قاعده فيها ولادي باش يتفرجوا التلفزيون كنت وحدي في الدار زمان الصيف قاعده خدم قاعده هنا في الصاله مونجي الميساج كيفاش كيجينا الميساج قلت لكم بعد هذيك جو واش قالت لي قاتي قاتي تاكلوا الماكله تاع برا قاتي كيف زعما جو تاكلوا الماكله تاع برا ايه هم بعد ولا كلت الماكله تاع برا بكري كان بكري نحشم نقول لك خاطر بهدي لي يقولوا كيفاش تجيب الماكله من برا مي دوكا خلاص دوك سيبا ما بقاتش تاع هذيك تاع هذيك الحشمه ولا نحشم علاش نورمال عادي الناس قاعده تاكل برا قاتي جو ايه قاتي الماكله تاع برا تضر وكذا قلت بصح مره في الغره مره في الشهر ولا في 15 يوم ولا في السمانه ولا ماشي مشكل انا عيانه من صباح حنا ندورو قدينا وكذا كسيت الدراري هذاك النهار جو بونس وجيت نزيد ثاني ندخل الكوزينه نطيب ناس نسهل على روحي هما تعرفوا كم عايشين هكذايا جو دوك هذه هي واش حبيت انا نقول لكم عيشوا لحظه دوك انا كيما انا دوك الحمد لله راني صافاني بري دوك ما تشوف راني ماكيت باسكو راهم جايين لي ضياف دوك راهي عندنا تكون الوحده ونص الزوج غير اليوم راهم جايين عندي ضياف دار فاميل تاع راجي راهم جايين عندي على هذه اليوم تسمع ماكيت شويه وسيت روحي وقلت اون فون ندير لكم لا فيديو هذه نهضر معكم ونقول لكم ابروفيتي ابروفيتي تبيني روحك شاطره وقادره علاش راك ولا غتطفر غير فيك قسما بالله نهار اللي تحبي تتفشي يقول لك واشنو هذا راك ديري في فيلم ولا جو ما يامنوكش بلي صح راكي مريضه انا قلت تطفرت فيا بصح دوك خلاص والو الطبيب قال لي ديك النهار قال لي الطبيب قال لي لازم تروبوزي شويه قال لي شنو ما لازمش ترقدي له بزاف هاد لوبيراسيون تاع المصران هذا لازم تمشي قال لي بصح شنو قال لي تبعدي على ستريس قلت له كيفاش نبعد على ستريس بديت نضحك قدام الطبيب ومن بعد كي جينا للدار راجلي قال لي بصح قال لي علاش قال لي ما فهمتش قال لي وراه ستريس اللي تاعك قلت له اختك اختك هي ستريس ديالي اختك هي المشكل تاعي قال لي بصح قال لي اختي جو قال لي جو اختي ماش جو ماش معانا ماش عايشه معانا قلت له ماش معانا بصح الصهد تاعها راه يلحقني راجلي ولا يضحك قال لي اقسم بالله غير تمام هابل قلت له الصهد تاعها راه يلحقني كيكون انا وياها في نفس البلاد ماشي في نفس الحومه في نفس البلاد قلت له الصهد تاعها يلحقني قلت له اختك هي اللي دير لي هذا الاستخاس وانا صح اختو اللي دير لي الاستخاس ما كان حتى واحد يديره لي هي من بعيد تيري اشعه عندي معها باش يقولوا الرادياسيون تجبدني لي عندها واحد السياسه واحد الوسمه يما قلت لها الشيطان قاعد حاير فيك ولا غير عندها واحد الافكار واحد الوسمه دير البوسيبل تاعها باش جو توصل لي ميساج دير البوسيبل تاعها باش كما قلت تنقذني باش تبعث لي تشكه باش تبعث لي دير البوسيبل تاعها قلت لها والله ما على بالي كيفاش ندير معاها هذه المهم هذه هي داك النهار صرا لي ماشي داك النهار نهار من قبلها وشوفوا التصادف كنت درت داك لا فيديو حكيت لكم على المشاكل تاعي معاها وجو دونك فكرت وحده قالت لي لهنايا قالت لي ماشي لازم تحكي اختي ماشي لازم انت تسمعي قالت لي علاش ماشي لازم تحكي هذا مش انت شوفي كي شفتي العنوان دخلتي وحده جامي علقت لي كي شافت داك العنوان دخلت سبحان الله صافي انت نهار ندير وصفه ما تدخليش نهار تشوفي زعما كاش مشكل تدخلي تجي تقولي لي ما ديريش على بالكم واحد العباد يحبسوا من الراس انا ندير نهضر واش حبيت حاجه تفرح العرس واحد العرس نهضر وندير ونوري رحت للقرح ندير ونوري عندي مشكل نهضر عندي راني الحمد لله عايشه لعبادي والحمد لله دي ساعه ذاك نكون فرحانه نقول لكم راني فرحانه بهذه الساعه ما قريت ولا غير الحمد لله حاجه ما تخصني الحمد لله يا ربي مي عندي واحد لا بريسيون راني بزاف راني فواحد لو ستريس ما قدرتش خلاص تيماجيني راني ما محبطش لدار ما نهضرش انا على العام اللي فات كي حبط دي جور باسكو نحبط في ديسمبر عام قبل ما تبدا الكورونا في 2019 صافي عندي عام اللي حبط انا كي حبط في ديسمبر هذيك انا عبالي في الصيف نروح ومع الاخر في الصيف ما رحنا ما والو خما كان حديت معايا ولادي وقعت تما
وبنتي تقرا صافي على هذيك. وهذا العام زاد حكمني زاد حكمني الاستخاس، انا قلت نشري البيت تاعي ونحبط باسكو راح على بلادي نحبط، معليش نقعد لتما الصيف وسبتمبر يفرج ربي نعاود نولو لهنايا بيان سور بكواغطنا. كيف تحل المسيت تاع بنتي فينال، انا كي ديسيديت وبزاف اللي راهم على بالهم فتحت لي جروب تاع تاع الغربه، ديسيديت نشري البي على باش نحبط على فرنسا. موراها بسمانه هضر للبريزيدون تاعهم تاع لا تركي قال كيف تحل المسيد اوف، وصح فتحوا المسيد بنتي راهي تقرا، مام وليدي راهو يقرا في لاكراش ويتقرا في المسيد سنه ثانيه. هذه هي البنات، هذه هي حبيت نقول لكم ونشكركم بالبزاف سورتو اللي سقساو عليا، وشكر لكم دي سونتان تاع لي ميساج ولا غير الله غالب اللي رجعت رجعت لهم، اللي ما قدرتش نرجع راني نرجع غير بالعقل. نقول لكم المهم كامل باللي شفتهم اللي بعثتوا لي سواء في الماسنجر ولا في الـ في الـ في الانستغرام سورتو، باسكو في الانستغرام اللي راني فيه توجور اكتيف يجيني جو هو يجيني بلو براتيك. اللي تفاعلوا لي بالبزاف مع لي ستوري تاعي نقول لهم يعطيكم الصحه، ونقول لكم ما تحكروش روحكم اتفشوا، راكي مريضه زيدتي درتي اوبيراسيون راكي عيانه، اني عيانه ايه ابخي اني عيانه، كاين يقول لك اوه كيف كنتي عيانه كيف راكي عيانه صافي فينيانه، لا لا عيانه وحده وفينيانه وحده، انا ني عيانه ني مكسله بصح نهار لي نوض نحبسك من راسك، ماشي زعما تفينيني دوكا تطرقي دارك الدنيا مدوده وانت راقده على العام باينه، بصح كي يجيك نهار زعما تاع لوكازيون عندك لوكازيون باش تستغليها استغليها، ماشي كيما انا كنت نراطيها بزاف لي زوكازيون ما نواسيش روحي ما على باليش كيفاش نوض نواسي. دوكا درت كيما راجلي انا الطبيب قال له ما تديش كونجي باسكو درت لوبيراسيون درتها على الستة، راجلي قال له عطيني الوسمو باش نروح ندفعو في الشركه اللي خدمت فيها قال باش ندير مالادي. الطبيب قال له ماشي لازم دير مالادي، قال ماشي لازم دير مالادي، قال له باسكو دوك تقدر هي لو تكون خدامه، قال له دوك تروح تخدم خدمتها. انا قلت له لا لا يدير ايا دراهم الدنيا فاني، قلت خلينا نروح للدار نتكسن عشي تاني نوض مع الدراري ودي هذا واسي هذا، وديجا بنتي كان هو داها صباح داها لمسي دي غايت. هذه هي ملي ما رحت لحقت عربي رحت عند لوسيمي وليدي قعد معايا. هذه هي اللي قلت لكم استغلوا الفرصه وتجيك لوكازيون تاع تفشي اتفشي اتفشي اتفشي. هذه هي نقول لكم يعطيكم الصحه وسمحوا لي اللي قلقتكم معايا باسكو بزاف اللي قالوا لي ندير ريبوندي وانا والله ما نقدر ما نقدرش، التليفون ما يحبش ما يحبش التليفون، نجي حنشوف ميساج نجي حنريبوندي ولا يصوني التليفون باك ننسى ما نعاودش نولي ما ندخلش معاه ندخل الانستغرام تاع تمتم ولا صافي، ماشي زعما تجاهلتكم ولا الله غالب واحد يحسن العون. نقول لكم يعطيكم الصحه اللي سقسيتوا عليا، وانا هاد الساعه الحمد لله راني بخير مازال راجلي دوكا اليوم اللي غدوه يبدا يخدم صافي، اليوم ثلاث ايام من كملت الاستراحه تاعي من غدوه يا الله ليندا انوض نعاود نرجع ان شاء الله للروتينات ونرجع للوسمو. وبزاف اللي قالوا لي عاودي دير ليندا على الريجيم واش راكي دايره، عاودي دير لنا هذيك لاسوف، هذيك لاسوف نعاود دوك نوسيها نحيها من لا فيديو من الروتين اللي درتها فيه ونحطها لكم وحده، بزاف اللي سقسوا هذيك الشوربه الحارقه للدهون نعاود نحطها لكم وحده ان شاء الله، هذه الايامات نحيها من لا فيديو نحطها وحده، بزاف اللي سقسوا عليها بزاف اللي راهم يبعثوا لي على هذيك لاسوف ما لقاوهاش باسكو خلطتها كي درتها مع الروتين ما ساسي با. هذه هي ان شاء الله عشان نعاود ندير لكم مع وصفات مع رمضان ان شاء الله قريب، نقول اللهم بلغنا رمضان كالعاده دائما لا فاقدين ولا مفقودين، نقول لكم تهلاو في روحكم نحبكم بزاف مع السلامه.